دولة الرئيس، أولا شكرا جزيلا على هذا اللقاء، شكرا جزيلا على وضوح وشفافية حضرتك في كل الملفات. متشرف إن أنا موجود النهاردة في العالمين الجديدة، هذه المدينة الساحرة واللي هتكون نقلة كبيرة جدا للدولة المصرية. كل واحد عنده عينين يقدر يشوف الدولة اتنقلت من 2014 لحد النهاردة إزاي على كل الأمور الخاصة بالمشروعات والبنية التحتية. المواطن يسأل النهاردة إمتى نجني هذه الثمار؟ المواطن بيلاقي كل يوم هناك زيادة في الأسعار، زيادة في الوقود اللي حصل الأسبوع اللي فات، سولار وغيره بيأثر عليه، كهرباء، متوقع حاجات أسعار ربما خلال الأيام اللي جاية، في كلام على بعض وسائل المواصلات هتزيد ولا لا، قطارات أو غيرها، معرفش مدى دقة هذا الكلام. وبالتالي المواطن كل حاجة بتتحمل عليه، يريد مرتب أفضل، معاشات أفضل تواكب حجم الزيادات التي تحدث. هل هذا وارد أمام حكومة حضرتك خلال الفترة القادمة ولا لا؟ السؤال الثاني، هناك خطة، وسيادتك التقيت بوزير التربية والتعليم قبل عدة أيام، حديث يجري حول حل أزمة الفصول وكثافة الفصول قبل بداية العام الدراسي، هل ده هيتم بالفعل؟ لدينا فصول فيها 220 و180 طالب، هل هناك خطة واضحة في هذا المجال؟ الأمر الثالث والأخير، الصندوق بالنسبة للشعب المصري سمعته ما بتبقاش طيبة. سيادتك بتتكلم على المستوى الاقتصادي، على المستوى الخارجي، الاستثمار الخارجي، ولكن الناس بتبقى متحسسة أي كلام حول الصندوق. أي أمر يتعلق بالصندوق لابد أن يكون هناك شفافية واضحة، هل إحنا فعلا هناخد بعد كده ولا دي آخر مرة نتوجه لصندوق النقد الدولي؟ شكرا جزيلا. طيب اسمحوا لي يعني أخد ردود سريعة على ما أثير في هذا الموضوع. اللي أثير يعني بصفة عامة الضغط على المواطن وإمتى سنجني الثمار. الحقيقة اللي أنا عايز أقولها، إحنا يعني بتبقى دايما في فترات تواريخ الأمم بتبقى فيه يعني طلعات وطفرات ويعني وأزمات. الفترة اللي إحنا فيها أزمات يعني، وأنا هقولها ويمكن بسجلها قدام حضراتكم، هيبقى بيتكتب في التاريخ زي ما إحنا كنا كلنا بندرس إن العالم شهد أزمة عالمية في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية والصراعات، ودي غيرت من تركيبة العالم اللي إحنا فيه دلوقتي. هو كده اللي إحنا فيه دلوقتي، دي مرحلة بتشهد تغيير كامل للعالم كله بكل الصعوبات والاقتصادية اللي موجودة والسياسية والجيوسياسية اللي حضراتكم شايفينها. وبالتالي يعني قدرنا إن في هذه المرحلة إن أنا أحافظ على المركب وإن البلد تفضل موجودة ومستمرة في ضوء حجم هائل من التحديات والأزمات فوق ما يمكن أي حد يتخيله. لان انا ممكن اقعد اتكلم مع حضراتكم بتفاصيل ارقام الواحد بقى حافظها كظهر الغيب في كل ملف لو حضراتكم عايزين اتكلم معاكم. فبالتالي النهارده احنا كدوله الحمد لله ان الدوله مستقره والدوله موجوده والجيشها وشرطتها قدرت تحافظ على الاستقرار الداخلي والخارجي والدوله مامنه مواردها، ده نعمه كبيره جدا 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 احنا موجودين فيها. الشيء الوحيد اللي مؤثر على المواطن هو الأسعار. يعني خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة، لأن السلع الحمد لله تجاوزنا الأزمة، وزي ما قلت لحضراتكم لما هنحل إن شاء الله مشكلة الأدوية في خلال الشهرين ثلاثة الجاية مش هيبقى فيه يعني أزمة نقص لأي سلعة، وبالتالي هيبقى الشيء الوحيد هو الأسعار، إزاي نظبطها ونثبتها عشان المواطن ان هو يقدر يشعر بقى ان الامور ابتدت تستقر، وبالتالي كل ما هيزيد دخله والامور تتحسن كل ما هيشعر ان في نوع من الارتياح والاريحيه. ودي كانت يعني بمنتهى الامانه اتحققت قبل ما كانت مجموعه الازمات، او كانت اتحققت جزئيا في بعض الحاجات قبل ما الازمات الخارجيه دي كلها نواجهها. لكن بصوره واضحه ان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم استقرار الأوضاع على مدار العام الحالي اللي احنا فيه كعام مالي، وبالتالي احنا رؤيتنا كدولة احنا شايفين ان شاء الله اذا استمرت الامور بهذا الشكل نهاية 25 هنلاقي التضخم رجع تاني
إلى أقل من 10%. ده بالنسبة لي هيبقى خلاص الدولة تبدأ بقى الأمور تهدأ تماماً، ويبدأ فعلاً المواطن يبقى شاعر مع استمرار المعدلات الموجودة وارتفاع النمو الاقتصادي وفرص العمل اللي موجودة وكل الكلام ده، هيبقى المواطن فعلاً يشعر إن ابتدت الأمور تتجه في الشكل أو النصاب المهم. وبالتالي فكرتنا في إن إحنا نشتغل مع الصندوق وكل الكلام ده، يعني أنا عايز أكد لحضرتك أستاذ أحمد وأستاذ مصطفى، إحنا حاطين طبعاً بالتأكيد رؤيتنا إن نهاية هذا البرنامج اللي هي هتبقى نهاية 26 ما نأمله إن ما نبقاش محتاجين إن ندخل في برنامج آخر مع الصندوق. ده اللي أنا بأكد عليه، وده شغلنا كدولة على هذا الموضوع. ففي ضوء يعني أنا عايز أكد لحضرتك، البرنامج اللي كان خلص قبل أزمة كورونا إحنا كنا خلاص ما جددناهوش، ولا رحنا للصندوق ولا طلبنا برنامج آخر. إحنا لجأنا مع تعاقب الصدمات الكبيرة جدا إن إحنا يعني رحنا البرنامج مع الصندوق علشان هذا الموضوع، ولكن كنا خرجنا من البرنامج وتوقفنا في مرحلة ما، ولكن يعني للأسف الظروف يعني بقت موجودة هي اللي خلتنا إن إحنا نروح لبرنامج آخر مع الصندوق. وبالتالي إحنا كل هدفنا إن هذا البرنامج إن شاء الله يكون هو البرنامج النهائي، وعندنا هذه الرؤية كحكومة إن إحنا نتحرك في هذا الشأن ومحضرين لهذا الموضوع. بالنسبة لموضوع التربية والتعليم، بالفعل السيد وزير التربية والتعليم عرض إجراءات وبدأها النهاردة مع مديريات التربية والتعليم في المحافظات لموضوع إزاي يحل الكثافات الكبيرة جدا اللي موجودة في مراكز بعينها في المحافظات اللي بيصل فيها عدد الطلبة لفوق 200. هقول لحضرتك تحديدا مناطق زي الخصوص والمرج والمناطق اللي هي معروفة كمناطق يعني فيها تكدسات كبيرة جدا، كمناطق غير مخططة أو عشوائيات معروفة بالتحديد فيها هذه المناطق، وحاطت خطة، ويعني احنا ان شاء الله مستهدفين هيطلع يعرضها على مجلس الوزراء، وعرضها عليا طبعا في خلال اليومين اللي فاتوا، ولكن هيعرضها على مجلس الوزراء في خلال الأسبوعين القادمين على الأكثر عشان تبدأ تنفيذها قبل بداية العام الدراسي. هدفه من خلالها فعلا أنه ينزل بصورة كبيرة جدا من خلال الاستفادة من المدارس القائمة بالفعل. أنا عايز أقول لحضراتكم يعني في مدارس كثيرة جدا مشكلتنا جواها أن في مسطحات مش مستغلة خالص، فبالتالي دي ممكن تضاف كفصول إضافية. بعض المدارس أصلا يعني حجم تردد الطلبة عليها ليس بالصورة الكافية، فنقدر إن إحنا يبقى عندنا منورة بطرق معينة إن إحنا أدخلها معايا أيضا الخدمة. هناك العديد من الأفكار اللي طرحت، أنا طلبت منه يضع الخطة التنفيذية بالكامل بتفاصيلها علشان يعرضها على المجلس بحد أقصى أسبوعين عشان تعلن اللي شغال فيها فعلا على الأرض النهاردة، مدير المديريات مع المحافظات، بحيث نطلع بهذه الخطة ونعلنها عشان يبقى المواطن عارف هنحل هذه المشكلة على الأقل في المناطق الساخنة إزاي قبل بداية هذا العام. فدي النقط اللي أنا حبيت إن أنا أقولها. بالتأكيد كلنا بنشيد بمدى تحمل المواطن المصري للفترة اللي فاتت بالتأكيد، ومجرد إن يعني وتاني أنا بأكد عليها أستاذ مصطفى، إحنا بنبقى متحسبين في كل إجراء بنعمله على إزاي إن إحنا يعني ما نحملش المواطن أعباء زيادة. المواطن مرة أخرى أنا بأكد إحنا بنحاول نمرر جزء من الزيادة. أنا عايز أدي بس لحضراتكم، أنا قلتها وتاني أنا بأكدها، سعر لتر السولار تكلفته على الدولة 20 جنيه. دي تكلفته النهاردة كتكلفة لتر سولار. طب أنا لما طلعت من 10 لجنيه ونص دلوقتي 11 ونص، ما زال هناك 8 ونص فرق. هل أنا مع نهاية 25 حكون طلعت 20؟ قولا وحيدا لا، لا يمكن، هيفضل السولار مدعوم. يعني كل العملية بس هزود حاجات بسيطة محسوبة، لكن هيبقى الزيادة زي ما حضرتك قلت هزود على البنزين، يبقى البنزين يشيل، وهو ده اللي على فكرة كنا وصلنا له في 21. احنا كنا بنحقق ربح من البنزين، وبالتالي الفائض بتاع البنزين بديه في السولار. ده اللي عايز اوصل له مع نهاية 25، هيظل السولار مدعوم وبرقم محترم، ولكن يبقى الفائض اللي هيطلع من البنزين هو اللي يعوض لي هذا الموضوع. ف
فبالتالي ده اللي انا باكد عليه، دي رؤيتنا لهذا بنفس الطريقه اللي انا هحرك فيها اسعار الكهرباء، هتظل الشرائح الكبيره اللي هي بتاعت محدودي الدخل، وبعد الاربع سنين انا باكد لحضرتك بعد الاربع سنين الخطه هتظل مدعومه ومدعومه برقم كبير، ولكن هيبقى اللي بيغطيها الفئات الاخرى والاستخدامات الاخرى، حاجات زي التجاريه، الحاجات التانيه هي اللي تعوض الفاتوره بتاعه المواطن البسيط في الكهرباء وبعد اربع سنين. يعني هيظل دائما هناك دعم لهذه الفئات، ودعم ليس بالقليل، ده هيفضل. يعني انا هقولها لحضرتك النهارده، الكيلو وات ساعه بتاع الكهرباء بيكلفني كدوله 223 قرش النهارده، الشريحه الاولانيه اللي هي بتاعت المواطن البسيط 58، بيدفع 58 قرش عليها. بعد اربع سنين عمري ما هطلعه لل 223، مش هيحصل، هيبقى بيزيد حاجات بسيطه، ولكن هحاول ان الزياده كلها على الشرائح الاخرى الاكبر والحاجات الاخرى، بحيث الاثنين يعملوا توازن، ولكن عمري ما هقدر ان انا اطلع بهذا الموضوع، لازم هيظل البعد الاجتماعي موجود. هنتدخل ببرامج حمايه اجتماعيه اخرى، وارد جدا انها في خلال الفتره الجايه لو لقينا ان في مشكله وعايزين ان احنا نتدخل زي ما عملنا الحزم اللي عملناها بزياده مرتبات والكلام ده كله، ولكن لازم ناخد بالنا ان احنا لما بندخل ونعلن كدوله كزياده مرتبات، انا بتكلم بقى على فئه موظفي الدوله. موظفي الدوله يعني ارجو من حضراتكم ولازم نبقى واخدين بالنا من هذا الموضوع، بيمثلوا قد ايه من قوه العمل. النهارده قوه العمل الحقيقيه هي موجوده في القطاع الخاص. وبالتالي بيبقى نوع من مش عايز اقول الصراع مع القطاع الخاص، ان لما بحط الحد الادنى هو بيقول لي ما هو ده بيلقي عليا انا اعباء كبيره جدا، وبيبقى بيقول لي انا ما اقدرش ان انا اطبق هذا الحد الادنى مره واحده. فبنبقى نوع من التوازن مع القطاع الخاص عشان ما يقفلش، ما هو برضه في الاخر كل ما بتحصل هذه الزيادات ما هو بيقول لي انا هحملها على المواطن، انا مستعد ازود المرتبات، لكن في الاخر السلعه اللي انا بطلعها كمنتج هحملها كل الكلام ده. فبالتالي لو انت عايز نطلع مرة واحدة بالمرتبات، اقبل ان السلعة اللي انا بنتجها كقطاع خاص هي كمان هترتفع اسعارها بصورة كبيرة، ما هو في الاخر هتضر المواطن. فبتبقى موائمات بنتحرك فيها علشان في الاخر هي، يعني معلش يا جماعة، هي نظرية اواني مستطرقة. فبالتالي ببقى لازم ان انا اتحرك في هذا الشأن مع حضرتك، ودي رؤيتنا عشان اجاوب على موضوع مستقبل قطاع الاعمال وشركات الدولة. الإدارة الرشيدة بتزود وبتعظم الأصول، وبالتالي إحنا شايفين في قطاعات لازم الدولة هتفضل موجودة فيها وبقوة. يعني أنا لسه كنت بتكلم مع وزير قطاع الأعمال الجديد امبارح على موضوع قطاع زي الغزل والنسيج، ده لازم يفضل. إحياء النصر للسيارات، الشركات بتاعة الأدوية اللي تابعة لقطاع الأعمال، مفيش مستهدف عندنا خالص إن أنا أبيع هذه الشركات والأصول، ده لا يمكن، بالعكس. أنا كل اللي أنا بقوله إزاي النهاردة الشركات دي بتطلع لي المبلغ ده، التطوير والإدارة بتاعتها تخليها أنها تطلع أضعاف أضعاف، وبالتالي أنا بأكد الدولة ستظل في قطاعات استراتيجية كتيرة جدا 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 هي اللي موجودة، لأن ده وعلى فكرة ده مش غلط ولا الكلام ده، ده موجود حتى في الدول الرأسمالية بتعمل هذا الموضوع، عشان بس ما يثارش أنه يعني لا لا لا، حتى في دول يعني حضراتكم دول زي فرنسا اللي هي النهارده هذا الموضوع القطاع العام موجود بقوه، لكن هي الفكره كلها ازاي اديره صح. وعايز اقول لحضرتك يعني الموضوع مش المشكله مش عايزينه يبقى مربوط بوزير ناجح ووزير مش ناجح، لان هيبقى الخطوره ايه؟ ان جبت وزير كويس قدر انه يعمل الشغل، مفيش وزير مخلد. طب هيمشي لو ما فيش منظومة كويسة للإدارة والكفاءة، هنلاقي الوزير اللي بعده الموضوع رجع نزل تاني. يبقى إذا ما كانش في منظومة صح محطوطة بغض النظر عن مين الفرد اللي موجود، يبقى أنا ما عملتش حاجة. فبالتالي عشان كده كانت الفكرة كل ما بحط يعني وكل على فكرة حتى الدول الاشتراكية الكبيرة حضرتك عارف روسيا ولا الصين دخلت في شراكات مع القطاع الخاص وطورت منظومة إدارة شركات الدولة عشان تضمن إن الموضوع ما يبقاش مرتبط بشخص موجود. فالنهاردة إحنا لما بنقول نعظم من أصولنا إن أنا أدخل في بعضها اللي يصلح بالشراكات مع القطاع الخاص، القطاع الخاص بيبقى همه إن المنظومة دي تشتغل بكفاءة، يحقق أرباح،
يحقق عائد كبير وبيضمن الخدمات دي تبقى موجودة بسرعة عالية جدا. طب أنا كمستفيد كدولة، أنا طالما هو موجود معايا كشريك في إدارة هذا الكلام هيبقى بيحقق لي الهدف ده، أصولي موجودة بتشتغل صح، بتجيب لي عائد، بتشغل ناس، فرص عمل، أنا مش عايز أكتر من كده. ويبقى من العبث وأنا أقول خيانة الأمانة ساعتها إن أنا أبيع حاجة زي كده ليه، طالما إنها ناجحة وقادرة إنها يعني تحقق العائد من الدولة. فده اللي أنا بأكد عليه، الموضوع مش عملية بيع بقدر ما هو إن أنا عايز أعظم من الاستفادة من هذه الأصول. مشكلتنا وأنا بقولها لحضرتك، حضرتك قلت لفظ لطيف جدا، يعني جمهورية صغار الموظفين، ودي مشكلة كبيرة. إن يعني بنبقى إحنا بناخد إجراءات وقرارات على المستوى الاستراتيجي وعندنا الرغبة الحقيقية ولكن نصطدم تحت. وعشان كده أنا دايما توجيهاتي للسادة الوزراء والمحافظين، ما تفتكرش إنك مجرد تطلع قرار إن القرار يتنفذ إذا ما كنتش هتدخل وتغرق في التفاصيل وتطمن إن الموضوع بيتنفذ على الأرض، مش هيتنفذ. ممكن ده يتعارض مع بعض الرؤى، يقول لك المفروض انتوا حكومه يعني مستوى ده مستوى استراتيجي وبتضعوا رؤى وبرامج. يعني لا، احنا طبيعه مصر ظروفنا ان لازم زي ما بنحط استراتيجيات وبرامج كبيره كمان ندخل في عمليه التنفيذ تحت، لان المنظومه اللي تشكلت على مدار عقود بقت فيه، معلش خلينا نتكلم، منظومه ليست بالكفاءه على المستوى الادنى. ونقدر نقولها طبيعه تركيبه الموظف اللي كان بيتعين وبيتعين ازاي وكفاءته ايه وكمان الدخل بتاعه عامل ازاي والمنظومه ازاي، كل دي ساهمت ان بقت المشكله التحدي الاكبر تحت. وبالتالي لازم كوزراء ومسؤولين ندخل في التفاصيل في هذه المرحله عشان نضمن ان الشغل بجد يحقق الهدف اللي احنا كلنا عايزين نتحرك فيه. السادة الوزراء لما قالوا كلمة استراتيجيات جديدة، ما فيش استراتيجيات، احنا الاستراتيجيات موجودة والبرنامج حاطط مستهدفات، هو الفكرة تنفيذ الكلام ده وآلية التنفيذ. ويمكن معلش يعني برضو انا عايز حضركم نلتمس العذر للوزراء الجدد، بيبقى احيانا ممكن يكون يعني لسه يعني طريقة التعبير عن اللي هو مقصود ممكن يبقى فيها نوع من عدم الوضوح بصورة كبيرة جدا، ولكن عندنا استراتيجياتنا موجودة للسياحة والتعليم وكل الحاجات التانية موجودة بصفة عامة، ولكن الفكرة ازاي انزل انفذ. ما انا عندي استراتيجية حل مشكلة الكثافات الفصول، حل مشكلة نقص المعلمين، حل مشكلة غياب الطلبة وعدم انتظامهم في المدارس، دي استراتيجية واضحة، انزل نفذ لي الكلام ده بمستهدفات واضحة. أنا عايزك توصل لي النهاردة إذا كنا بنتكلم إن في محافظات الفصل 220 إزاي في خلال سنة أو اتنين تخليه لي 40، ده اللي أنا عايزه، ده الوزير طالب منه هذا الكلام، مش لسه هنقعد نحط استراتيجيات. أنا عايز الكلام ده يترجم لأرقام واضحة جدا أحاسبك عليها. أنت قلت إنك قادر إنك تنزل في خلال فترة زمنية من المتوسط ده اللي حاسبك عليه، إنما الاستراتيجية خلاص محطوطة وموضوعة وشكلها واضح. نفس الكلام للسياحة، طب أنا عندي مستهدف عايز أعظم وأزود أرقام السياح بتوعي والإنفاق بتاع السياحة في خلال الفترة القادمة، إزاي أحقق هذا الكلام وإزاي أحاسب كل سنة إنك حققت هذا المستهدف. دي الموضوعات. حياة كريمة، إحنا قلنا هنستمر هذا البرنامج، يعني برنامج أصيل في الدولة المصرية، ولكن طبعا اللي إحنا شفناه إن حجم التحدي على الأرض، إحنا كان عندنا يعني مستهدفات طموحة قوي في المدة الزمنية اللي ننفذ فيها البرنامج، لكن على الأرض شفنا إن يعني المرحلة لوحدها لا يمكن إنها تقل عن من 3 إلى 4 سنوات، وده اللي إحنا هنستمر إن إحنا ننفذه. وأملنا إن بنهاية الفترة الرئاسية نكون إن شاء الله أتممنا يعني بقدر الإمكان هذا البرنامج، ده هيكون لوحده حقق طفرة هائلة في الدولة المصرية إن شاء الله. موضوع الأمن المائي تاني، أنا بأكد هذا الموضوع وما أقيل عن موضوع اتفاقيات حوض النيل وعن تيبي بالنسبة لمصر، وده جزء من البرنامج وده جزء من الثوابت بتاعتنا، لن نتنازل عن حق مصر في مياه النيل. وبالتالي لازم بنعمل كل الآليات بما فيها التعاون مع هذه الدول والآليات الدبلوماسية وآليات ضغط كثيرة وآليات تعاون، لأن الأساس هو التعاون.
لكن الدخول في صراع ده بيبقى يعني آخر يعني حاجة، ومش عايز أقول يعني بالتأكيد ده مش موجود في يعني في المرحلة دي عندنا خالص، لأن الكلمة دي اللي أنا قلتها في الأول، يعني الموضوع لما بتبدأ أي خطوة لا قدر الله دي بتبقى بداية مش نهاية حل، ومش بتبقى حل. وبالتالي أكيد أكيد إحنا كدولة ثوابتنا وسياستنا إن أنا ما أدخلش في صراعات مع جيراننا، دول جيراننا وتاريخنا كله وتاريخنا ووجودنا في قارة أفريقيا ودول حوض النيل، مهم جدا إن يبقى الموضوع كله تعاون وشراكة، وإن إزاي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات إحنا كلنا نستفيد. ده لازم أأكد عليها، وبنحاول بقدر الإمكان، وبالتالي بنبقى أحيانا صبورين ونتحمل بعض النقاط، ولكن بيبقى أحيانا برضو بتدار حاجات كثيرة جدا في الغرف المغلقة علشان في الآخر نحقق الهدف بتاعي. إحنا الحمد لله يعني خليني أقولها لحضراتكم، يعني كان يعني نتكلم على حتى يعني النهاردة المشروع اللي كان بالنسبة لنا مشكلة كبيرة وهو سد النهضة، إحنا الحمد لله الدولة بإدارة حاولنا بقدر الإمكان بإدارة، ما حدش حس النهاردة بالتأثير لهذا الموضوع، ولكن احنا رؤيتنا طبعا ان لازم بعد كده الموضوع نظل محتفظين ثوابتنا كدولة. احنا مش ضد تنمية اي دولة ولا انها تستخدم مصادرها في التنمية، لكن احنا هنكون واقفين بمنتهى القوة ضد من يهدد حقوق الدولة المصرية. القوة دي ليها وسائل كثيرة جدا، فعشان كده بس انا بأكد لحضرتك هذا الموضوع، دي ثوابت احنا كدولة هنظل شغالين فيها. بالنسبة اللي قاله استاذ عماد، موضوع ضمانات لتدفق الدولار، موضوع ده انه طول ما الدولار بآليات العرض والطلب وفي توازن ومفيش تدخل من الدولة فيه خلاص بيبقى الدنيا، واعتقد السياسة النقدية اللي اتخذت في الفترة دي هو ده اللي احنا ماشيين فيه. وبأكد لحضرتك احنا كل هدفنا ان نضمن التدفقات الطبيعية اللي كانت موجودة في الدولة المصرية اللي كانت محققة نوع من التوازن تفضل زي ما هي، ودي ابتدت ترجع والحمد لله، تحويلات المصريين في الخارج، الاستثمارات الخارجية انها تبقى موجودة، العوائد بتاع الدولة كلها، التصدير وكل الحاجات دي احنا شغالين عليها، ولكن الاهم ان انا اشتغل على بجد زيادة مواردي من العملة الصعبة، ودي اللي اتكلم فيها سيادة الرئيس وقال لا سبيل غير، اهم قطاع هو قطاع الصناعة انه يقوم بجد ويحقق ارقام كبيرة ونزود صادراتنا. احنا كنا بنتكلم النهاردة الى ان صادراتنا زادت ووصلت 40 مليار ولا 42 مليار، طب ما بالنا لو الأرقام دي وصلت تعدت 100، يبقى احنا فين كدولة؟ ده اللي مفروض شغلنا الشاغل على مدار الكام سنة الجايين، ازاي نزود من صادراتنا، لان كل ده بيؤدي الى ان يحصل نوع من التوازن جنبا الى جنب مع الموارد التقليدية بتاعتنا انها تظل موجودة. لكن اهم حاجة والمشكلة اللي حصلت ان الضغوط اللي حصلت عليك وكانت يعني ابتدى يحصل السوقين، هم دول اللي عملوا المشكلة الكبيرة. احنا الحمد لله تجاوزنا هذا الموضوع وحنكون حريصين على هذا الكلام، انا بأكد لحضرتك. موضوع الأموال الساخنة، الموضوع البنك المركزي يعي تماما هذا الموضوع وحاطط من الآليات اللي بتضمن ان الموضوع ده، هذا الموضوع انا عايز اقول لحضرتك هو موجود في كل الدول مش موجود عندنا لوحدنا، ولكن التعامل مع هذه الأزمة عشان ما يسبب لناش اي أزمة اخرى، البنك المركزي يعني وضع الخطة بتاعته بيديرها، وده جزء من السياسة النقدية بتاعته علشان ما يحصلش إن شاء الله لا قدر الله أي تأثر سلبي أو تأثير سلبي على هذه الآلية اللي موجودة، بحيث ما تأثرش مرة أخرى على الدولة المصرية. زي ما بقول لحضرتك موضوع الدعم النقدي إحنا جادين تماما في تنفيذه، إذا ما كانت آلية الحوار الوطني قالت لنا فعلا هو ده اللي احنا شايفينه، وادي الاليات اللي احنا بنطلب كحكومه انكم تنفذوها، للحكومه انكم تنفذوها. زي هيظل الموضوع، انا عايز اقول لحضرتك هيظل الموضوع، تقول لي طيب ما هو احنا لما حسبنا الدعم النقدي ده حسبناه على ان تكلفه سعر الرغيف جنيه وربع، طب السنه الجايه طلع جنيه ونص، هتدوا انتوا الفرق ده للناس؟ انا مستعد اديه للناس واحطه ضمن الاليات طالما في تضخم يتحسب التضخم قد ايه، ويا رب اذا كانت الاسره بتاخد الرقم ده السنة الجاية يضاف عليها معيار التضخم ويتاخده. لكن أنا حاول لحضرتك مثل يعني معلش أنا اسمحوا لي أقول لحضركم قد إيه بيضيع على الدولة وعلى الأسر المصرية فلوس في موضوع العيش. حضركم تعلموا إن يعني في عدد كبير من الأسر
أنا بتكلم هنا مش حاجات استثناء، ده حاجات موجودة ومنظومة موجودة. إحنا لو حسبنا قيمة الدعم اللي المفروض أسرة بتاخدها في الرغيف، لو أنا هفترض إن الأسرة بتاخد جنيه على الرغيف النهاردة، أو سعر الدعم اللي الدولة بتقدمه على الرغيف جنيه، ما أنا خليناه 20 قرش، وهو تكلفته عليا حقول 120 قرش، مش حقول أكتر، في جنيه الدولة بتدعمه. طب لو أنا كمواطن ليا 5 ترغيفة في اليوم، وأنا نعم، يبقى دي 5 جنيه. لو إحنا أسرة فيها 4 أو 5، 20 25 جنيه، اضربهم في 30، يبقى المفروض أنت ليك كأسرة 750 جنيه. طب هل تعلموا حضراتكم إن في ناس كثيرة سايبة البطاقات بتاعتها بتاعت العيش في المخابز، في مقابل إنه بياخد من المخبز مبلغ في الشهر 300 جنيه ولا 350؟ أنا بقول لحضرتك أيا كانت يا أستاذ عماد، لو هقول النسبة 10-20%، مش هقول لك أكتر من كده. هو مش ده إهدار لدعم للدولة؟ طب هو إيه اللي بيحصل؟ بقت الأسرة بتاخد 350، وللأسف المبلغ الباقي كله بيروح لصاحب المخبز بيستفيد منه، صح ولا أنا غلطان؟ طب لو أنا في منظومة دعم نقدي، طب ما هو الأولى المبلغ كله يروح للأسرة. لو اتحسب إن دعم الخبز المفروض كإجمالي للأسرة يمثل رقم بالشكل ده، طب ما هو الأولى الدولة الأسرة تاخده ويبقى في حسابها، وساعتها تاخده يا إما عايزة تجيبه عيش كله، أو عايزة إنها تاخد بيه حاجة تانية، ما تاخده في جيبها. طيب يا فندم، ما هو ده اللي انا بقوله، في اليات بقى بتتقال ايه، لازم نحسب هل الكلام ده يتعمل يعني اليات تنفيذه بالظبط عشان اضمن حوكمته ازاي. ده اللي انا طالبه من الحوار الوطني والخبراء يقولوا لنا يا جماعه، حطوا لنا انتوا تصورات. ليه؟ ممكن يبقى بعض الناس يقولوا مش كل الاسر تاخد نفس رقم الدعم على حسب مستوى الدخول، يعني ممكن اسر تاخد 100% من الدعم، ممكن شريحة تانية تاخد 75% من الدعم، شريحة تالتة تاخد 50، ففي الآخر يبقى عندي منظومة معينة. أنا عايز بس أدي لحضرتك، حدي لحضرتك ليه بتقولي ليه؟ إحنا كنا مشينا في موضوع حذف بعض الغير مستحقين من البطاقات، صح؟ ومشينا، شلنا الوفيات وشلنا المزدوجين واللي أسمائهم غلط وبعض الشرائح. جينا نطبق بعض المعايير. وحد يقول لحضرتك، قلنا ناخد بمعيار العربية، لو عنده عربية بسي سي معين أشيل منه الدعم، لو معاه موبايل وفاتورة موبايل ومعرفش رقم كام، فاتورة الكهرباء بيستهلك كهرباء قد إيه، دي الناس دي لو أرقامها عالية طب يبقى إزاي يستحق الدعم. لما نزلنا على الأرض بننفذ الكلام ده، فوجئنا بوضع في الأرض مختلف تماما. في ناس كتيرة ليست بقليلة شغلها الموبايل، شغلها الموبايل، يعني هو بيتكلم ده شغله، انه بيخلص شغله ده وسيلة شغل اكل عيشه الموبايل، ففاتورته كبيرة، فمعنى كده مش معناه انه هو ما يستحقش الدعم. انا بس بدي لحضرتك موضوع الكهرباء، وانا قلته فاتورة الكهرباء وجدنا الريف كله، وحضراتكم تعرفوا احيانا بيبقى العمارة كلها متركب فيها عداد واحد باسم شخص واحد، فمعنى ان انا خرجه هو مش هو يعني ده العداد هو بيقسمه على العمارة كلها مثلا نتيجة لكده، فلقينا ناس كتيرة جدا خرجت ما كانتش المفروض انها تخرج، فحتى تراجعنا ووقفنا الموضوع لفترة ما. هنا بقى المعايير، ده اللي انا عايز حضراتكم تساعدونا على الارض، تقولوا لي المعايير اللي ممكن تبقى هي دي اللي بناء عليها نقول ده يستحق وما ده ما يستحقش، مين وآلياته، هل كله ياخد 100% من الدعم ولا ممكن يبقى متقسم كشرايح. حركم ادونا آليات وقولوا لنا طب الزيادات اللي تحصل سنويا للدعم ده تتعمل ازاي، ده شغل ممكن انا كحكومه ممكن هكون قاعد وشغال وبعمل هذا يعني اسف الواجب من ناحيتي، لكن ده يهم المواطن، وبالتالي انا عايز ان يطلع الافكار دي من ناس مستقله بعيدا عن الحكومه بس، يبقى مؤسسه للحوار الوطني. ليه انا قلت الحوار الوطني؟ بيمثل كل الاطياف من أقصى اليسار لأقصى اليمين، لما يجوا يقولوا لي إحنا شايفين إن ده أفضل آلية لتطبيق الدعم النقدي هاخدها واستفيد منها، خبرة معاكم في هذا الكلام. يبقى لما يطلع قرار زي ده لأنه هيمس المواطن يبقى فيه إجماع عليه،
ما يبقاش الحكومة بتمرر فكرة ويطلع بعد كده يتقال لا الفكرة دي مش شاملة ولا مش كاملة ودي غلط وانتوا ليه طب بتطبقوا حاجة زي كده. بالعكس قولوا لنا من وجهة نظركم الأفكار دي إيه بحيث نستهدف مع بعض لو وصلنا لتوافق نبدأ نطبقه من العام المالي القادم. وأنا مستعد زي ما بقول لحضراتكم لو اتقال هحط رقم أيا كان الرقم هيجي تقول لي ده في تضخم حصل 10% أزود السنة اللي بعدها 10% على الرقم بتاع الدعم. لكن على الأقل بقيت ضامن حاجة واحدة إن المنظومة محوكمة والمبلغ رايح بجد للمواطن اللي يستحقه. ما هو حضرتك اللي بتقول عليه ده صح 100%. طب يعني في ناس بتاخد وهي مش مستحقة. طب خلاص أدي بجد للناس المستحقة وأدي بالرقم اللي هم يستهلوه ويزيد كل سنة. أنا مش هقلل، أنا عايز أوصل لحضراتكم وقلتها وهقولها تاني قدامكم، أنا مش هدفي إن أنا أقلل رقم الدعم كرقم جوه الموازنة، بس أنا عايز أطمن إن لما اتحط راح بجد للناس. مش أنا آسف في نوع من إحنا عندنا على هقول لحضرتك حاجة حققنا طيب أنا هقولها لحضرتك بمنتهى الأمانة، إحنا حققنا يعني منظومة جيدة جدا في البيانات دلوقتي، والحقيقة هيئة الرقابة الإدارية عملت فيها جهد هائل، ونقدر نقول النهاردة بقت عندنا منظومة مطمئنة فيما يخص البيانات. بس أنا محتاج بقى المعايير والأفكار اللي تطلع لإزاي إن إحنا نحط المنظومة بتاعت الدعم وآليات تنفيذها. إنما البيانات أنا أقدر أقولها لحضرتك مطمئن إن عندي قاعدة بيانات كويسة النهاردة تقدر تساعد.